أستاذ مجدي جلاد، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن، ماذا تقول بعد تكريم موقع الوطن كأفضل موقع إلكتروني في مصر؟ أهم لحظتين في حياتي هي حصولي على جائزة أفضل رئيس تحرير سنة 2008 من جائزة مصطفى علي أمين أيضا وأخبار اليوم، واليوم أفضل موقع إلكتروني. بعتقد أنه هذه الجائزة لها مذاق خاص، ومهما حصلت على جوائز بتشعر أن جائزة مصطفى وعلي أمين لها مذاق خاص، وجائزة أخبار اليوم لها مذاق خاص. لماذا؟ لأنه أخبار اليوم، هذه المدرسة التي أسسها مصطفى وعلي أمين، هي مدرسة صحفية تأثرت بها الصحافة المصرية كلها، وتجاوزت وتخطت حدود مصر وأثرت في الصحافة العربية. نستطيع أن نؤرخ للصحافة المصرية بما قبل أخبار اليوم وما بعد أخبار اليوم، بما قبل مصطفى وعلي أمين وما بعد مصطفى وعلي أمين. رمزين كبار جدا، مدرسة لا تزال حتى الآن مؤثرة فينا، مؤسسة كبيرة، هي الأعرق والأفضل في مصر والعالم العربي. أنا ربما أكون لم أحصل على شرف العمل في مؤسسة أخبار اليوم، ولكن أقول بجدية كاملة وبصدق شديد أنني تأثرت بصحافة أخبار اليوم كقارئ منذ نعومة أصفاري، لأنه هذه المدرسة، الاعتماد على الخبر الصحفي، الاعتماد على التقرير الصحفي، تجديد فنون وقوالب الصحافة تم في أخبار اليوم، الاعتماد على الصورة الصحفية، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، كل جديد في الصحافة المصرية أسسته أخبار اليوم. علشان كده بقول أن الصحافة المستقلة في مصر، سواء المصري اليوم اللي أنا أسستها أو الوطن، خرجت من عباءة أخبار اليوم أكتر. ليه؟ لأنها هذه هي الصحافة الحديثة. تمرد مصطفى وعلي أمين على صحافة الرأي، على صحافة المقالات، تمرد على صحافة المنشورات، وصنعوا صحافة جديدة. أعتقد أن خرج من عباءتها ومن رحمها عشرات الصحف المصرية والعربية، فده له مذاق خاص وكبير جدا عندي. أنا بعتقد أننا أنتمي لمدرسة أخبار اليوم أكثر من انتمائي لأي مدرسة أخرى.